دايما خبراء مصر في العالم بيحققوا انجازات تشرف، وللسنه السادسه على التوالي بتتصدر المستشاره المصريه ليلى بنس قائمه فوربس كافضل مستشاري اداره الثروات بجنوب كاليفورنيا، بالاضافه لحصولها على المركز الخامس كافضل مستشاري اداره الثروات من السيدات على مستوى الولايات المتحده الامريكيه. خلونا نرحب بالمستشاره المصريه ليلى بنس معانا عبر تطبيق زوم. الف الف مبروك وبنرحب بيكي في صباح الخير يا مصر. صباح الخير، شكرا جدا، متشكره جدا معاك النهارده. يعني حلم كبير قوي ان حد يتصدر قائمه فوربس، يعني دي من اهم الاشادات الموجوده في العالم، احساس حضرتك ايه؟ الحقيقه انا فخوره جدا، يعني ان انا كمصريه وكست اقدر اعمل كده، وان انا اقدر اشرف مصر واشرف اهلي، وطبعا اشرف الفريق اللي بيشتغل معايا ان احنا نعمل كده. يعني دي حاجه تفرحني وحاجه ما بعملهاش لوحدي، يعني معايا فريق كبير في الشركه بتاعتي بتساعدني، وده مهم جدا يعني ان الفريق كمان ينبسط ان احنا ان انا وصلت للحكايه دي. احنا سعداء جدا، وبالتاكيد هنتكلم عن الفريق اللي مع حضرتك، لكن ازاي حضرتك قدرتي تحافظي على هذا النجاح للسنه السادسه على التوالي؟ الواحد بيشتغل كتير، يعني زي ما حضرتك يعني شغلتي مش سهله ابدا، صعبه جدا، وبشتغل مده طويله، وطبعا دايما الواحد يذاكر ويبقى يعني عارف ايه اللي بيحصل في البورصه وفي العالم علشان يقدر يدي الادفايس المضبوطه للعملاء اللي عندي. فيعني هارد ورك واديوكيشن، يعني الاثنين مهمين جدا ان الواحد يستنى في المركز ده ويوصل فيه. طيب حابه اتكلم معاكي بقى عن الفريق اللي بيساعدك، يعني احنا العالم كله بيتكلم دلوقتي عن الليدرشيب، او انه تبقى انت بتليدي كده التيم اللي وراكي او الفريق اللي معاكي، فاحكي لنا عن دورك ودورهم. او دورك في انك يعني يبقوا معاكي، ان هم انت بتقولي ان مش وحدك، يعني فعايزه اعرف هم ساعدوكي ازاي انك على السنه السادسه على التوالي بتقدري تحتلي يعني قائمه فوربس. فعارفه حضرتك يعني في معايا جودي كمان بيشتغل، وعندي واحده مصريه قريبتي دينا فرج الله، وعندي يعني ناس بيشتغلوا معايا، فهم كل واحد في الشغله دي مهمه. واهم حاجه زي ما حضرتك بتقولي الليدرشيب دي، ان الواحد يقدر يقول ده، يعني لازم اقدر اقول للواحده او الراجل اللي بيشتغل معايا ويعملوا ايه، ولازم يعملوها بقلبهم، ولازم يكونوا فعلا بيحبوا الشغل. واهم حاجه عندنا ان في الشغله دي ان الواحد، يعني عارفه حضرتك في 100,000 واحده بتعمل اللي انا بعمله هنا في امريكا، ليه واحد بيتميز واحد لا؟ دي عشان الفريق معه، وعشان الواحد يعملها بقلب، يكون بيعمل كل حاجه الشغله دي بقلبه، انه فعلا بيحب الناس اللي بيشتغل معاهم، والناس اللي بيجوا اهم حاجه عندي طبعا ان هم يبقوا شاطرين، بس لازم عندهم يكون قلب ويعملوا حاجه بالقلب عشان تساعد الناس. حلو قوي الكلام. لما بيساعد الناس ونعمل استثمار ليهم، ده بيرجع الواحد اكتر واكتر، ودي حاجه اللي بتميز واحده يعني تكبر من اللي ما تعملش، لان كل في ناس كتير بتدرس وبتشتغل يعني كتير بس ما بتوصلش. فده يعني احنا عندنا حاجه في امريكا انها السيرفنت هارت، انها لازم يكون عندها السيرفنت هارت علشان تنجح. طيب ده عظيم جدا، اهم حاجه هو روح الفريق زي ما حضرتك قلتي، وقلتي ان في يمكن 1,000 واحده بتعمل اللي حضرتك بتعمليه لكن ما وصلتش لنفس المكانه اللي حضرتك وصلت لها. ايه الشروط اللي وضعتها فوربس لهذا الترتيب؟ نعم؟ الشروط يا فندم، الشروط اللي تم وضعها لهذا الترتيب. الشروط اللي لازم يكون عشان تاخدي هذا الترتيب. عشان اخده طبعا بيبص على كل حاجه، بيبصوا ايه الاسيتس، يعني الفلوس اللي احنا بنعمل انفستمنت ليها فوق ال 2 بليار 2 بليون، ف مش عارفه بقى ازاي بالعربي، بس 2 مليار فوق 2 بليون، يعني ده 2 بليار. فده طبعا يعني فلوس كثيره جدا احنا بنديرها للعملاء اللي عندنا، فدي وبعدين اهم حاجه مهمه ان احنا يعني بتزيد النمره دي بتزيد كل سنه، فدي حاجه بيبص عليها فورج، بيبص عليها ازاي احنا
تبردنا كده وليه الناس بتجيلنا، فدي بتساعدنا نعمل الرانكينج. عظيم، حلو قوي قوي. طيب انا حابه اعرف بقى من حضرتك وصلنا لحد فين في دعم مشروع حياه كريمه، والمصريين اللي بره شايفين ازاي المشروع؟ ده الحقيقه انا يعني انا محبة جدا بالمشروع ده، وعملنا زوم ميتنج السنه اللي فاتت، وكان معانا الوزيره نبيله مكرم، وجمعنا كتير من مؤسسه الحياه كريمه، وعملنا يعني وي ريز تقريبا 500,000، جمعتوا 500,000 دولار. ايوه، وان شاء الله ال 500,000 دولار، ولسه يعني عندنا ويب سايت، ولسه يعني مش عملناها مره واحده، بنعملها اي اوكيجن بتيجي هنا ان احنا نعمل حمله تبرعات، دايما بنعمل، ولسه الناس بتعرف على حياه كريمه، وان شاء الله الفلوس دي هتشتري باصز اون ويلز، اللي هي تعلم تروح القريه وتعلمهم حاجات كثيره جدا، والباص دي تروح من قريه لقريه، وكمان هنشتري كمبيوترز، وهنشتري حاجات كثير قوي نديها للناس عشان يبقى يجيلهم شغل. عظيم، يعني ياخدوها ويشتغلوا بيها. يعني مش هنقعد على كده، وان شاء الله هنعمل زوم تاني ونجيب فلوس اكتر لحياه كريمه، ومصريين هي ابتدوا يعرفوا عليها وفعلا تعجب، حتى الامريكان مش بس المصريين، عشان بيلاقوا ان دي فعلا حاجه هتساعد الناس، ومهم قوي يعني، مهم ان انت الواحد تبقى سكسسفل، لازم ده دوركم يا فندم، واحنا معلش بنعول عليكم في الدور ده، الناس كلها تعرف مصر بتعمل ايه خلال الفتره الحاليه. لكن عايز ارجع مع حضرتك لنقطه مهمه جدا، هل احنا عندنا مستوى التخطيط والاداره في مصر عامل ايه؟ حضرتك بتيجي مصر باستمرار، هل عندنا ليلى بينس موجوده على ارض مصر؟ ما اعرفش الحقيقه دي، يعني انا عارفه ان مصر ابتدت، انا لما جيت الدور اللي فات انبسطت قوي قوي مصر، وان شاء الله هرجع تاني، علشان يعني كان بقالي مده ما رحتش، لكن كان معايا بنتي وجوزي وحبوا مصر قوي، واكيد في اتبسطوا في الزياره زي في مصر، جينا زياره وهنرجع تاني ان شاء الله في جون، هنرجع زياره تاني لان حبينا مصر قوي، وعايزين نساعد مصر، وعايز اقابل البورصه تاني، وعايز اشوف ايه حياه كريمه عملنا ايه واشترى ايه، وفين الحاجات اللي عملناها، ونحن بنساعد ازاي، لان لما رحت لما كنت جيت السنه اللي فاتت كانت اول مره اسمع عن حياه كريمه، فانا عايزه اشوف فعلا، عايزه اروح القريه واشوف ايه الحياه كريمه عملت ايه، وهاخد فيديوز وصور وارجع هنا افرج الناس احنا عملنا ايه هنا في امريكا، ونقدر نساعدهم ازاي، لان مهما الواحد يتكلم مش زي لما يشوف. صح، فانا راح جاي مخصوص عشان اعمل، ولما ارجع لهم كمان هناك يا فندم بفيديوهات زي ما حضرتك بتقولي، حضرتك صورتي فيديوهات، لما تيجي ان شاء الله في الزياره وتصوري فيديوهات وتروحي لهم بفيديوهات من ارض الواقع، اكيد الموضوع بيختلف. بالظبط، ما انا يعني احنا جايين مخصوص عشان نشوف كده ونعمل كده، وانا كمان بنعمل حملات تبرعات ل 57 53، وهنعمل هنا فاند ريزنج يوم مارش 26 هنا في امريكا، وبنعمل كمان تبرعات للهوسبيتال، والواحد يعني بيقدر، عايز اشجع في مصر، اي حاجه اقدر اعملها ان انا اشجع في مصر واساعد مصر من هنا، والمصريين كلهم هنا بيحبوا مصر قوي، ما تصورش كل ما الواحد بيبعد عن مصر بيحن لمصر وعايز يساعدها، يعني شفنا لما الكره الارضيه الساكر اللي هو الفوتبول، كنا هنا مصريين عملوا حفلات واتفرجوا على الفوتبول هنا، والمصريين كنا مفخورين جدا ان كرة القدم المصرية بتعمل كويس، وكان هيكسبوا يعني حضرتك نموذج بشجعهم في كل حاجة يعني. مسز سبنس حضرتك نموذج مشرف، واحنا اكيد مستنيين دوركم في مساعدات، يمكن حتى كمان في الليدرشيب زي ما حضرتك قلتي، انه تبقوا بتساعدوا هنا في مصر كمان في الاداره اكتر واكتر. مسز سبنس تاني مره بنقول لك مبروك على تصدر قائمه فوربس كافضل مستشاري اداره الثروات بجنوب كاليفورنيا، ونتمنى لك مزيد من التوفيق.